زي ما متعودين كل سنة بنعمل كورال، الخدام بيعملوا كورال ترانيم خاصة بأمنا العذراء، كورال ثيوتوكوس، يقدم لكم بعض الترانيم الروحية للقديسة العذراء مريم. اتنين ابريل 68 ظهرت يا مريم في كنيسة الزيتون، وزورك عاش في قلوبنا سنين، شفعتنا يا ده زهوري كان بكل وضوح وعمم أبيض،
ورايح يبخور وقلوب أولادي تهتف وتقول طوباك يا درا طوباك يا درا يا أم الطفل يسعى محل نورك عالقبة والصلبان بسطة ايديك لكل الجموع ثبات وإيمان يا عذراء يا بتول اشفعي فينا يا عذراء يا بتول اشفعي فينا يا أم النور اشفعي فينا ده ظهوري كان دايم ساعات ببركة عظيمة وإيمان ومعجزات بعجائب بركي ألوف وقلوب هتفضل منيرة هتفضل حتى الممات يا عذراء يا بتول اشفعي فينا يا عذراء يا بتول اشفعي فينا يا أم النور اشفعي فينا في 2 أبريل 68 ظهرت يا مريم في كنيسة الزيتون في 2 أبريل 68 ظهرت يا مريم في كنيسة الزيتون يا أمّا
فوق الصليب رأيت المحبوب بحب عجيب من أجلي مصلوب فوق الصليب رأيت المحبوب بحب عجيب لأجلي مصلوب تعذبك يا ربي علي مكتوب تعذبك يا ربي علي مكتوب علي مكتوب لما رأيت يسوعي مصلوب الصليب ناديت على دموعي قومي نبكي الحبيب لما رأيت يسوعي مصلوب الصليب ناديت على دموعي قومي نبكي الحبيب يا دموعي يا جيبي ده المصلوب حبيبي يا دموعي يا جيبي يا جيبي ده المصلوب حبيبي ده المصلوب حبيبي ده المصلوب حبيبي ضربوه الخطا مع إنه الإله عظيم في مجده وممجد في سماء ضربوه الخطا مع إنه الإله عظيم في مجده وممجد في سماء حمل زنوبي ليهبني النجاة حمل زنوبي ليهبني النجاة ليهبني النجاة تحت الصليب والعذراء شيفا بمرارة ونحيب ودموعها بكيا
تحت الصليب والعذراء شايفاه بمرارة ونحيب ودمع هبكي يا أمي ده ابنك فدانا بدماء يا أمي ده ابنك فدانا بدماء فدانا بدماء مصلوب الصليب
بشر